السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم حين نحكيو على شاومي مي 90 اللي هو الهاتف الشخصي تاعي، بزاف طلبوا مني باش ندير له مراجعه. هو باش نكونوا واضحين، يعني وقت المراجعه تاع هذا الهاتف راهو فات، خطاكش عنده بزاف من اللي خرج، بصح بزاف اللي طلبوا مني اني نحكي عليه في كاش فيديو. عليها قررت ما نديرش مراجعه كامله لهذا الهاتف، يعني نعطيكم النقاط بك النقاط المهمه اللي لاحظتها في هذا الهاتف بعد الاستعمال تاع مده طويله. يعني هذا هو الهاتف الشخصي تاعي، استعمله غير هو تقريبا، واليوم راح نلخص لكم التجربه تاعي. هي تجربه مليحه بكل صراحه، راح نلخصها لكم في هذا الفيديو، نعطيكم الحوايج اللي عجبوني فيه وشوي حوايج اللي ما عجبونيش فيه نعطيهم لكم. كما عدتنا حنا نعطيكم المميزات والعيوب واي حاجه تخص اي هاتف، يعني حنا ما عندناش الخرطيه هذاك، طكش اي حاجه نجيبها لكم للقناه راني شاريها من جيبي عليها، يعني اي حاجه نقولها لكم راهي بصراحه وعن تجربه شخصيه. المهم خاوتي ما تنساوش تعاونونا بجام، ديروا لنا جام باش نكمل لكم في هذه الفيديوهات وتزيدوا تشجعوني ونزيد ندير لكم فيديوهات كل يومين بربي ان شاء الله. ما نزيدوش نحكيوا بزاف وندخلوا في الموضوع تاعنا. كما تشوفوا الالوان اللي في الجهه الخلفيه تاعو جايه مبدله صراحه، تقريبا ما لاحظتهاش في اي هاتف واحد اخر وخاصه في هذه الفئه السعريه. انا عندي هذا اللون الزرق بصح ما تفهموش الا كان زرق ولا اخضر ولا اصفر، يعني كي تحطوه في الضوء راح تلاحظ الوان بزاف في هذا اللون. وحتى الكاميرا الفوقانيه تاعو، الكاميرا الخلفيه الفوقانيه، راح تلاحظ باللي مدوره بواحد الحلقه هكا، ثاني كي يضرب فيها الضوء راح تتبدل الالوان تاعها. وبلا ما نساو انه الخلفيه تاعو خلفيه زجاجيه وملمس فخم خلاص، يعني تحسوا حاجه غاليه بزاف، ماشي كيما الهواتف الاخرين من شركات خلاف مخدومين بالبلاستيك، خاصة من عند سامسونج عندها هواتف لاحقين حتى 6 ملايين و7 ملايين ومخدومين بالبلاستيك، وهذه النقطة ما تعجبنيش في الهواتف تاع سامسونج. وكاين حاجة تانية ما نساوهاش، انه الفريم تاعو ولا الاطار تاعو مخدوم بالمعدن، يعني ماهوش بلاستيك، وهذه تانية نعتبروها نقطة ايجابية. والحاجة اللي تعجب تاني في الجهة الامامية انه فيه شاشة كاملة، يعني ما فيه لا نوتش لا طرف الفوق ما كانش الا حتى حاجة، يعني الشاشة تاعو كاملة تقريبا. والحاجة المليحة تاني في التصميم تاعو انه ما فيهش بصمة في الجهة الخلفية، يعني كما تشوفوا الجهة الخلفية تاعو ماهيش معقده خلاص، يعني بسيطه خلاص، والبصمه تاعو ديروها في الشاشه كما راكم تشوفوا هنا. كي نروحوا نحكيو على السكرين ولا الشاشه تاع هذا الهاتف، نلقاو فيه شاشه بحجم 6.39 انش بدقه الفول اتش دي بلس ومن نوع الاموليد، تدعم خاصيه الاتش دي ار، وثاني فيها غوريلا جلاس 5. وكي نقول لكم اموليد راح تفهموا باللي اللون الاسود تاع الشاشه تاع الاموليد يجي حقيقي 100%. والحاجه المليحه ثاني في الشاشه تاع الاموليد هي خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، كما تشوفوا تقدروا هنا الهاتف تاعكم يكون طافي هكاك وينعت لكم الساعه. وبالنسبه للناس اللي تحب تستفاد، هذه معلومه زايده برك، شاشه الاموليد الحاجه المليحه فيهم واللي تعجبني صراحه انهم يشعلوا غير البلاصه اللي يحتاجوها. مثلا كما تشوفوا هنا هذه البيوضه تشعل غير هي، يعني هذه البلاصه الفوقانيه والتحتانيه الكحله راهي كامله طافيه، على عكس الاي بي اس ال سي دي اللي تشعل كلش عليها ما تمشيش فيها خاصيه الاولويز اون ديسبلاي. المهم الشاشه تاع هذا الهاتف باختصار عجبتني بزاف، الالوان تاعها تقريبا حقيقيه 100%، الاستجابه تاعها ثاني مليحه بزاف، كل شيء فيها مليح، حتى الاستغلال تاعها في الواجهه الاماميه مليح بزاف، يعني محتله بلاصه كبيره بزاف، وفيها بصمه ثاني لهنا في الوسط كما راكم تشوفوا هنا، البصمه تاعو يعني خفيفه بزاف بالمقارنه مع الهواتف خلاف اللي فيهم بصمه لهنا في الشاشه. وبما انه الشاشه تاعو كامله، بزاف حين يتسالوا يقول لك وين راهي الكاميرا تاع السيلفي، كاميرا تاع السيلفي من نوع البوب اب، يعني تخرج من الفوق كما راكم تشوفوا، هذه هي الكاميرا تاع السيلفي، يعني تطلع وتهبط من الفوق. هذه العفسه انا ما نعتبرهاش مليحه لانها ممكن تحبس لك هذا ولا يحبس لك المحرك تاع هذه الكاميرا، يعني ما كانش اللي يضمن لك بلي حيبقى لك يمشي لمده طويله، خطركش كاين الناس بتصور بزاف بالسيلفي يعني يبقى وطلع هبط ممكن يحبس لهم هذا المحرك. انا شريت هذا الهاتف وقت ثانيته، طركش على بالي بروحي ما استعملش بزاف السيلفي، يعني مانيش حنستعمله بزاف، وكي ما استعملوش بزاف راح يطول يعني ولا حيدوم لي المده طويله بزاف. وكي تطلع الكاميرا تاع السيلفي حين تسمعوا واحد الصوت تاع المحرك اللي كاين داخل. كاين ناس تاني يتسائلوا يقول كون يطيح لي الهاتف تاعي والكاميرا تاع السيلفي خارجه وشي صرا له، الشركه مدايره واحد العفسه انه التليفون تاعك ولا الهاتف كيعود قاعد يطيح الهاتف يفيق بلي راهو هابط، يزرب يقفل الكاميرا الاماميه باش حتى ويطيح ما يصرا له حتى حاجه. كما راكم تشوفوا معنا هذه الخاصيه، يعني كيحس الهاتف تاعك بلي راهو طاح تدخل الكاميرا وحدها، يعني ما تكسرش راسك خلاص. وكي نروحو نحكيو على الاداء ولا المعالج تاع هذا الهاتف، فيه بروسيسور من نوع الكوالكوم سناب دراجون 730، معالج قوه في هذه الفئه السعريه، كاين حتى في الجالاكسي اي 80 اللي السعر تاعو يفوت 7 ملايين و500 تقريبا. والرام تاع هذا الهاتف 6 جيجا، والتخزين عندك زوج خيارات بين 64 جيجا و128 جيجا، وما تقدرش تزيد له كارت ميموار، يعني هذه حاجه لازم ديرها في بالك. وديما كي نحكيو على الاداء نروحو نحكيو على الاداء تاع الالعاب. بالنسبه للالعاب الهاتف هذا يشغلهم بلا مشاكل خلاص، يعني ما يتعبش معاهم، يمشي الالعاب بسلاسه وبخفه بزاف كيما البابجي موبايل، بيس 2020، وحتى الكول اوف ديوتي موبايل يمشيو بلا مشاكل خلاص. يعني من ناحيه الالعاب ثاني يعطيك اداء قوه بزاف، خاصه ديما نقولوا في الفئه السعريه تاعو ما كانش اللي يطيرها له خلاص. حتى في الاستعمال العادي تاعو خفيف بزاف، ما تلاحظ حتى تشنجات، ما تلاحظ حتى مشاكل. وحاليا الشركه راهي بعثت له التحديث الاخر تاع الاندرويد اللي هو الاندرويد 10، والشركه ماهيش حتحبس هنا، راح كل مره تزيد تبعث لنا تحديثات وتحل المشاكل تاع التحديث تاع الاندرويد 10.
المهم خوتي كنروحو نحكيو ثاني على الكاميرات. الكاميرات تاعو تحفه بزاف، كاميرات ملاح بزاف، وخاصه الكاميرا الخلفيه يعني تعطيك تصاور ما عندك ما تقول فيهم، من جهه الالوان، من جهه الزوم، من جهه البورتري مود، النايت مود، يعني كل شيء فيها مليح. وبما انه هذا الفيديو ماهوش مراجعه كامله يعني مش حنحكي بالتفصيل، نعطيكم النقاط المهمه برك. الجهه الخلفيه فيه ثلاث كاميرات، الاولى رئيسيه 48 ميجا بكسل بفتحه 1.8، الكاميرا الثانيه تاع 2 اكس اوبتيكال زوم يعني تزومي زوج مرات، 8 ميجا بكسل بفتحه 2.4، الكاميرا الثالثه 13 ميجا بيكسل بفتحة 2.4، هذه كاميرا الترا وايد يعني تصور بزاوية واسعة كما مر في ديما نشرح لكم، ويصور الفيديو تاني بدقة 4K يعني دقة لا بأس بها. الفيديو تاعو تاني قوة، والسيلفي كما حكينا عليها قبيل من نوع البوب اب يعني تطلع من الفوق وبدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة 2.2. السيلفي تاعو تاني مليح بزاف صراحة، ما فهمتش عليه كاين بزاف ناس يقول لك مش مليح السيلفي تاعو ولا ما يقنعناش، انا عجبني بزاف السيلفي تاعو خاصة في الإضاءة القوية بطبيعة الحال. نروحو ثاني نحكيو على البطاريه تاع هذا الهاتف، فيه بطاريه 4000 ملي امبير معها شحن سريع 18 واط، والشحن السريع تاعو هذا ما تحسوش 18 واط يعني تحسو اكثر، خطركش التليفون تاعك مع تحطو يتشارجا مع راح تطلع النسبه تاع البطاريه تاعو. ساعات نحطو في الشحن واحد الدرجين هكاك تلقاه طلع بنسبه 20% ولا اكثر، وهذه سرعه كبيره بزاف بالنسبه للبطاريه 4000 ملي امبير وبالنسبه للشحن سريع 18 واط. وكي تشريه بعد راح تلقى في العلبه تاعو شاحن سريع، يعني ما راح تزيد تشري له شاحن جديد ما والو، راح تلقى في العلبه شاحن سريع 18 واط ومن عند شركه شاومي، وشاحن اصلي وعاجبني صراحه، ويشحن ثاني باي اس بي تايب سي. وحاجه عجبتني ثاني انهم ما نحاوش المدخل تاع السماعات الخارجيه اللي هو الجاك 3.5، بزاف هواتف جدد نحاو منهم هذا المدخل تاع السماعات الخارجيه، وكانوا عندي هواتف قبل وما فيهمش هذا المدخل كرهتهم بسبب هذه العفسه، خاصه انا ما استعملش السماعات الوايرلس يعني استعملت الخيوط للسماعات تاع بكري، يعني استعمل سماعات عاديه بالخيوط. وكاينه عفسه مليحه انه فيه لهنا ضو ولاد، يعني كي تجيك اشعار ولا كشما حاجه في الميساج ولا في الهاتف تاعك راح تشعل لك اللمبه هذه لهنا، واللمبه هذه تشعل لك في البلاصه تاع الكاميرا تاع السيلفي بعد، وحتى كي تخرجوا الكاميرا تاع السيلفي حين تلاحظوا باللي هنا شعل الضوء وهو نفسه الضوء تاع الاشعارات. حكيت لكم بزاف على الحوايج اللي عجبوني في هذا الهاتف، نروحوا نحكي لكم على الحوايج اللي ما عجبونيش ولا مش ما عجبونيش، على النقائص اللي كاينين في هذا الهاتف ولا الحوايج اللي خاصين هذا الهاتف. اول حاجه، الحاجه اللي موالفتنا بها بزاف شركه شاومي اللي هي العفسه هذيك اللي كاينه هنا تاع الاي ار اللي تحكم في الاجهزه الكهرومنزليه، مثلا الهاتف تاعك ترجعو تيليكوموند، العفسه هذيك اللي كاينه في الهواتف ريدمي 8، ريدمي نوت 7، نوت 8، يعني الهواتف تقريبا تاع شاومي كامل فيهم، ما فهمتش علاه ما داروهاش في هذا الهاتف. كاينه حاجه خلفتني ناقصه فيه انه ما فيهش المدخل تاع الكارت ميموار، يعني ما عندكش وين تركب كارت ميموار، والحاجه دي ما تعجبش الناس اللي يشريو النسخه تاع 64 جيجا وما تكفيهمش البلاصه، هكاك وما يقدروش يزيدوا كارت ميموار، يعني هذه ثاني حاجه ولا من اكبر النقائص اللي كاينين في هذا الهاتف. حاجه خلاف ما عجبتنيش هي البلاصه تاع الفلاش تاع الجهه الخلفيه، ساعات كي تجي تصور راح تغطي الفلاش بصبعك، ساعات مثلا كي تكون في الظلمه وتشعل الفلاش باش دير الضوء راح تغلط تغطيه بصبعك، يعني هذه البلاصه تاع الفلاش بكل صراحه ما عجبتنيش، وقداه مره نغلط نغطيها. والسعر تاع هذا الهاتف هنا في الجزائر النسخه تاع 64 جيجا تقريبا 5 مليون و400، النسخه تاع 128 جيجا دير واحد 5 مليون و650 هكا، تقدروا تلقاوها اكثر تقدروا تلقاوها اقل. المهم خاوتي نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذا الفيديو، اذا استفدتوا ما تنساوش ديرونا جيم، اشتركوا في قناتنا باش يلحقكم اي فيديو جديد، ما تنساوش نطول عليكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.